بمناسبة أربعاء الرماد، ترأس الأب فيرغوس كلارك في القدس الاحتفال الإفخارستي في كنيسة القيامة، وأقيم القداس الذي احتفل به الفرنسيسكان الأوصياء على مزارات الأرض المقدسة في المكان الذي دفن فيه يسوع وقام من بين الأموات. ويقام القداس تعبيراً عن إيمان الإنسان الذي يتلقى الرماد في إشارة إلى أنه جاء من تراب وإلى التراب يعود. وخلال العظة قارن الأب فيرغوس المسيحيين الذين يستعدون لعيد الفصح بلاعب رياضي يتدرب للمشاركة في دورة ألعاب أولمبية. كنت أود التأكيد على الجانب المتعلق بعبادة الله عبر امتناعنا عن تناول بعض الأطعمة أو الطعام لفترة معينة خلال الصوم الكبير. نحن نستطيع أن نتوجه برسالة إلى الله بالرغم من أهمية الغذاء الضروري لحياتنا، حيث نقول يا رب أنت أكثر أهمية من حياتنا. الاحتفال ببداية الصوم في الأرض المقدسة، حيث نشاهد الأماكن التي عايش فيها يسوع آلامه وموته وقيامته، له مغزى خاص. جميع الرهبان والكهنة والمؤمنين يعتقدون أن المجيء إلى هنا خلال فترة الصوم مهم جداً، لأن الجميع ينتظرون يوم قيامة المسيح بعد 40 يوماً من هذا الوقت الخاص جداً والمكثف جداً من أجل الصلاة. نحن نجتمع هنا مساء كل يوم سبت مع جميع الكهنة والطلاب والمؤمنين للتأمل وتلاوة الصلوات. نحن بالتأكيد محظوظون لأننا قادرون على السير على خطى يسوع هنا في الأرض المقدسة، فلدينا مراسم خاصة مخطط لها في زمن الصوم تأكيداً على أهمية هذه الأحداث بشكل يساعدنا كي نكون على اتصال بحقيقة أن الله صار إنساناً من أجلنا وعانى ومات من أجلنا لعلنا ننجو من الخطيئة والموت.